بعد ما شفنا الأخبار اللي حصلت امبارح، خلونا نتابع مع بعض الأخبار اللي هتحصل النهاردة، ومنها انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني، وكمان انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الدولية الأولى في الطب الرياضي. ده غير أن النهاردة في مباراة مهمة في كأس مصر. خلونا نشوف التقرير الجاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، هتنطلق فعاليات معرض ومؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني تحت عنوان الأمن السيبراني وقت الأزمات. المؤتمر هيستمر لمدة يومين وهيناقش مجموعة من القضايا الأكثر أهمية من خلال لقاءات وجلسات تفاعلية بين المؤسسات الحكومية والشركات المصرية والعالمية الرائدة في أمن المعلومات. كمان النهاردة هتنطلق فعاليات الدورة التدريبية الدولية الأولى في الطب الرياضي تحت عنوان أساسيات الطب الرياضي، واللي بتنظمها الأكاديمية الإفريقية للطب الرياضي وعلوم الرياضة، وهيشارك فيها 60 فرد من الأطباء وأخصائي علاج الطبيعي وأخصائي التأهيل البدني. النهاردة هتستضيف مكتبة الإسكندرية فعاليات الأسبوع الأول من أنشطة برنامج تعزيز قيم المواطنة والمشاركة المجتمعية ومكافحة الهجرة غير الشرعية. البرنامج بتنفذه المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، والفعالية دي بتأتي في إطار مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري. كمان النهاردة هيعقد خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب الوطني بكوريا الجنوبية اجتماع بصحبة محمد بركات عضو مجلس الإدارة والجهاز الفني للمنتخب بقيادة إيهاب جلال، وده كنوع من التحفيز للمنتخب قبل اللقاء الودي المرتقب مع كوريا الجنوبية. لعشاق الكرة المصرية موعدهم النهاردة مع مباراة قوية بين الزمالك والداخلية الساعة 8 بالليل في إطار الدور 32 من كأس مصر.